بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يسعدني وشرفني أساتذتي أن أرحب بكم في جمعية عملات لجمعية الهوايات الكبيرة بتواجدكم وتعاونكم وطراي أفكاركم ووجوهكم الجميلة الرائعة ولقاءاتكم الأثرية المثمرة. يسعدني تقبل استفساراتكم واقتراحاتكم. وكما قلنا من قبل أن جمعياتنا هذه ثقافية من أجل دعم الهواية وربط أواصرها ونشر ثقافتها محليا وإقليميا عربيا ودوليا. طبعا نبارك كل جهد بناء وكل دعم إيجابي وكل نبض حر من أجل سمو ونشر الهواية. لم أطل عليكم، حابب أكلمكم عن ثقافة الهواية وثقافة الجامعة والفرق بين ثقافة الهواية وثقافة الجامعة. ثقافة الجامعة هي ثقافة، ثقافة الهواية ثقافة شمولية، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى بعنف ثقافة عن العملة ككل، كمعدنية ورقية فضية أجنبية وعربية وكذا. أما ثقافة الجامعة فهي ثقافة تخصصية الأعم والأشمل. يبقى عندك عملة، عندك معلومة عن العملة اللي أنت بتجمعها، بتجمعها إزاي؟ لو هي مثلا بنكنوت هيبقى بنكنوت وتلفان ومفاتيح، أو أنت هتجمع، أنت جديد في الهواية ولا قديم؟ أنت لسه ناشئ في الهواية. ثقافة الجامعة ثقافة تخصصية تخص كل هاوي على حدة، كل واحد له منظور في الهواية. أنا بجمع إزاي؟ بجمع على أساس إن أنا مثلا على سبيل المثال هب إن أنت مثلا هتجمع الجنيه مثلا، هيبقى عندك العلبة طبعا بالمجموعة مش بالقطعة. لو انت مثلا عايز تجمع الجنيه المعروف مثلا بالجنيه الانجليزي الاصدار الخامس في ترتيب الجنيهات المصريه، يكون عندي جنيه من هذا الاصدار. طبعا هذه هوايه البادئ بالهوايه. المرحله الثانيه التوسع، فليكن عندي جنيه من كل توقيع اللي هو بدايه ونهايه، هو مطلق عليه مفاتيح واقفال. إذا أردت التوسع فالجامع بالكود برقم البريفكس، يعني لو حبيت أتوسع بالجامع يبقى بجمع بالبريفكس، يبقى الجامع بيكون بطرق عديدة، إما إن أنا بجمع من كل إصدار قطعة، توسعت شوية يبقى عندي من كل إصدار توقيعه، توسعت شويه يبقى عندي من كل اصدار تواقيعه والطيارات اللي حصلت عليه واحلالاته كما في الجنيه اللام. يبقى نضيف عليه الاحلالات والتغيرات التي حدثت من خلاله. الهوايه طبعا مش عمله بنكنوت بس، طبعا في العمله المعدنيه، العمله المعدنيه العبره طبعا بالمجموعه، يعني لو قلنا مثلا مجموعه تحويل مجرى نهر النيل، نجمع المجموعة بتاعت تحويل مجرى نهر النيل ونخلص منها، يبقى عندنا مجموعة تحويل مجرى نهر النيل خلصنا منها، يبقى عندي أجمع أشوف إصداراتها هي مكونة من إيه؟ مكونة من 5 قروش وال10 قروش والنص جنيه، جمعت الثلاث حتات دول يبقى أنا عندي مجموعة ذكرى تحويل مجرى نهر النيل وخلصت منها خلاص. أدور على بعدها عندي مثلا مجموعة عبد الناصر، عبد الناصر مكونة مثلا من الجنيه والنص وربع، جمعتهم خلاص خلصت من المجموعة دي. دي مجاميع مش قطعة بقى لوحدها، يبقى عندي قطعة عبد الناصر جنيه وخلاص، لا عندي المجموعة بتاعت عبد الناصر. مجموعة النس مثلا مكونة 3 قطع، القطعة الواحدة بتاعتهم 59. العبرة طبعا بإن يكون عندي المجاميع كاملة. في حاجات طبعا بالنسبة للبنكنوت كمان حاجات لازم تتجمع بالبريفكس، لازم، يعني لما نقول مثلا مجموعه ال20 جنيه اول اصدار
لما يجوا الناس اللي بعد كده اللي هم زي اولادنا واحفادنا غاويين عمله يقول لك ازاي انت كنت موجود والاصدار دون الاصدار دون اتعمل كاول اصدار لل 20 جنيه المصريه ما يبعتش من بريفيكس ازاي؟ او مثلا 5 جنيه مثلا العنكبوت او مثلا الحاجات اللي هي كميتها صغيره وهتبقى بعد كده ال 20 جنيه ال 200 جنيه اول اصدار ال 200 جنيه المصري ما هي اول اصدار اول اصدار هي الحاجه لها قيمه وتساوي قيمه بعد كده دي لازم تتجمع بالكود نمبر دي وجهه نظري طبعا لا اقولها على احد ولكني انصح بها طبعا هو جميله وثريه وانا سعيد بتواجدكم وسعيد بكم النهارده جدا واشكركم لحسن متابعتكم وحسن اصغائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد زكي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم في الجمعيه. بنتشرف كلها بحضرتنا. و بنتمنى نكون يعني تواصلنا جيدا خلال الفتره اللي فاتت في اسراء الجمعيه والعمل على الرقي بتاعها. انا النهارده يعني عايز اخرج شويه عن المألوف في حديث الدائم عن ان العضو لازم يحاول بقدر المستطاع ان هو يجمع المعلومات ويجمع العملات علشان يقدر يتواصل بها بين الاخوه الاعضاء يعني دي حاجه خلاص يعني اظن بعد انشاء الجمعيه كلنا لازم بنعمل كده يعني اي لقاء لينا بنبتدي نتبادل مع بعض ونكون مجموعات لكن انا حابب النهارده الفت نظركم لحاجه كده لفتت نظري خلال الايام اللي فاتت كان سببها طبعا الرئيسي هو موجه البرد اللي حلت على البلد والتمثيلات التركي اللي هي ماليه التلفزيونات يعني حاليا شاء لي ربنا كده ان انا اقع في حلقتين ثلاثه من حريم السلطان اللي بتتكلم عن قصه حياه السلطان سليمان طبعا كلها مغالطات تاريخيه وكلام بعيد جدا عن الواقع لاي واحد يعني مطلع على كتب التاريخ او بيقرا في كتب التاريخ عن الفترات الزمنيه في الحكم المعاصر للدوله المصريه او الدوله العثمانيه. ده السببين دول والشتاء خلانا نطلع شويه الكتب الموجوده عندنا ونقلب فيهم. فصدفتني معلومة تخصنا احنا كهواة للعملة المعلومة هي السبب الرئيسي لسيطرة او فرض نفوذ او زي ما بعض المؤرخين الكبار بيوصفوها احتلال الدولة العثمانية للدولة المصرية ابان حكم المماليك ليه ساعة ما كان المماليك بيحكمونا قرر السلطان سليم الاول ان هو يحتل مصر. كان عنده شويه اسباب عامه ولكن هو برر السبب الرئيسي لاحتلاله للدوله المصريه ان الدوله المصريه وبلاد الشام اللي هي تحت سيطرتها في الوقت دوت بتستعمل عملات مسكوك عليها ايات قرانيه. وقال ان احنا لازم نحرر الدوله ونعيد لها الاسلام، مع ان هي كانت دولة اسلامية. كانت دولة اسلامية من مئات السنين. ولكن هو برر سيطرته في احتلال دولة مصر وحربها بان هو يعني العملات المملوكية اللي موجودة جوه مصر عليها نقوشات اسلامية وان الجماعة سواء المصر المسلمين او النصارى او حتى اليهود اللي كانوا موجودين في البلاد في الوقت دوت بيدخلوا بيها بيت الخلاء وان هم ممكن اثناء ما يكون يعني في اي اوضاع مش طبيعيه بتبقى موجوده في جيبه فده من شأنه ان هو يدنس العمله وان احنا لازم نخش الدوله المصريه ونحرر منها القصه دي وده طبعا كان سبب وهمي او واهي
دليلنا على كده ان العملات المملوكية قعدت مستمرة في الاصدار لمدة تتراوح ما بين 20 و25 سنة بعد الاحتلال العثماني. فهم ما دخلوش عشان يغيروا العملات اللي كانت موجودة، ولكن هو اطماع زي ما موجودة في اي احكام او حكام سواء في القديم او في الجديد، بيبقى عندهم تبررات علشان يحتلوا الدول، ولكن هو هدفهم الرئيسي هو الاكتناز المال والوصول للسلطة او الوصول للمناصب العليا او فرض نفوذهم في بلاد عديدة في الوقف الاوطان اللي هم عايزين يحتلوه. دخلوا مصر واحتلوا الدولة المصرية، وقتل زي ما كلنا عارفين السلطان سليم، قتل السلطان الغوري ودخل الدولة المصرية. وبالرغم من كده قعدت العملات المملوكية تصدر في مصر، وهو دخل طبعا بفتوى من الجمالي أفندي أو الجمالي باشا اللي هو كان مفتي الديار العثمانية في الوقت ده أو أكبر مفتي في الدولة، برر له أن استعمال الدول المصرية ودول بلاد الشام للعملات اللي مكتوب عليها آيات قرآنية ودخولهم بيت الخلاء بيها يحق للدولة العثمانية أن هي إما تبيد البلد دي أو تحتلها. دخل تحت المبرر ده واحتل الدولة، وزي ما أنا قلت قعدت أكثر من 20 ما بين 20 و25 سنة وتستخدم العملات المملوكية في الديار المصرية والديار السورية. كتب الكلام ده أستاذنا الدكتور أحمد الصاوي في كتاب مشهور ليه جدا وكتاب يعني متوفر في السوق وغالي ممكن يكون شوية، لكن كتاب قيم جدا اسمه كتاب النقود المتداولة في مصر العثمانية. النقود المتداولة في مصر العثمانية ده كتاب جميل جدا، وهتلاقوا فيه باب كبير قوي لأسباب دخول الدولة العثمانية مصر. الشيء الثاني بقى ان حصل لما بعد ما دخلت الدولة العثمانية الأراضي المصرية وأراضي بلاد الشام ابتدوا يكنسوا العملات الذهبية والفضية اللي كانت موجودة بتاعت الممالك، لسبب رئيسي ان العملات دي كانت نسبة الذهب فيها عالية جدا، نسبة الفضة اللي موجودة في العملات الفضية عالية جدا، وأصدروا مكانها عملات عثمانية رديئة في المستوى، خفيفة في العيار، يعني عيار الذهب فيها خفيف جدا بالمقارنة للنحاس والمواد التانية الأخرى، ونفس الحكاية بالنسبة للعملات الفضية. اكتناز الذهب والفضة دون جعل الدولة المصرية ودول بلاد الشام تبتدي في الانهيار التدريجي، لأن العملة بتاعتها أصبحت عملة غير مقبولة دوليا في بعض الدول اللي كانت ضمن دول الدولة العثمانية منها المجر ودول بلاد شمال أوروبا. دايما بنلقى ده في أي أطماع خارجية بيدخلوا البلاد علشان باسم الدين علشان يفرضوا السيطرة بتاعتهم على الدول. الدول هي إسلامية بالطبع، مش محتاجة إن هي يتقال لها إن إحنا جايين بصفة إسلامية أو إسلامية، ولكن هي مش إسلامية ولا حاجة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. استمر الاكتناز دول للذهب والفضة وإن الاحتلال في الدولة المملوكية الدولة العثمانية في مصر لغاية ما وصل بينا الحال للانتهاء على صراعه النهائي. ده طبعا يعني جزء صغير قوي في يعني لفت نظري في سبب من الأسباب اللي ادعتها الدولة العثمانية لاحتلال الدولة المصرية المملوكية. يعني كانت العملة جزء من الأسباب اللي دعت الدولة إنها تحتل بلاد كتيرة قوي منها مصر وبلاد الشام جميعا. دايما هنلقى في كل حتة في ركن في زاوية من زوايا التاريخ علاقة تامة ما بين التاريخ وما بين إصدار العملات ونوعها وأنواعها يعني المتداولة. هنلقى سبب مباشر، هنلقى حكاية أو حتة طريفة جدا في التاريخ بتتكلم في جزء من العملات، وعشان كده احنا دايما بنقول ان العملات تاريخ يقرأ. ركز وانت بتقرأ في التاريخ
على الجزء اللي يهمك، ممكن تعرف الباقي كمعلومة، ولكن انت لو بتقرا التاريخ دولة عثمانية دولة مملوكية دولة أي حاجة ياريت تقدر تطلع المعلومة دي. وأنا كنصيحة بقى في الآخر بقولها، إن لو صفتك معلومة ما تفرطش فيها كده وتقول خلاص أنا عرفتها خلاص، سجلها ولو في بيان صغير قبل كده واحفظه وشيله، لأنك في يوم من الأيام أكيد هترجع له تاني بعد ما سنك يكبر وتيجي تسترجع معلومات، بدل ما تفتح كتب كتيرة مش هيبقى في وقت ليك إنك أنت هتراجعها. هتراجع مجموعة النوت لكل كتاب أنت قريته، هتلقى فيها خمس أو أسطر من كل كتاب تقدر ترجع ليه يفيدك في التاريخ. أشكر حسن استماعكم، وأتمنى إن كانوا أفدتكم بمعلومة ولو صغيرة.